قمنا بالعريضة هذه البارح 29 أوت الصباح. العريضة يعني مقدمة من ممثلينا هما الأستاذ محمد جيد المرابط، الأستاذ بدر الدين بن يوسف، الأستاذ قيس برجب، والأستاذ محمد سليم بودربيلة. احنا في الشكوى ستة أفراد، اللي هما على جمعية نواة مالك الخضراوي، على اوبن جوفتين اللي هي يعني جروب انفورمال سهيل عليوني، ومعانا نور الدين العرامي، شاد الجريره، وسرحان الهيشري اللي هما مش لهنا، وانا اميره يحيوي على جمعيه البوصله. باش نفهمكم كيفاش وصلنا للقضيه وشنو ما المطالب نتاعنا. خليني نبدا بالمطالب اللي قدمناهم للمجلس التاسيسي. طلبنا نسخة من جميع محاضر الجلسات العامة للمجلس المدني التأسيسي منذ انطلاق أشغاله إلى تاريخ تقديم المطلب. نسخة من محاضر أعمال جميع لجان المجلس إلى تاريخ تقديم المطلب. الإذن بتحيين ونشر جميع محاضر أعمال الجلسات العامة واللجان على الموقع الإلكتروني للمجلس. كشف كتابي واسمي في توزيع الأصوات المصرح بها أثناء جميع عمليات التصويت، سواء تعلق الأمر بأعمال الجلسة العامة أو بأعمال اللجان. حقنا أن نعرفوا شكون صوت شنو، يعني كل نائب بما أنه هو يعني يمثل الشعب، حقنا كشعب أن نعرفوا كل نائب شنو صوت. والثالثة، كي نعرفوا أحنا التصويت نعرفوا حاجة أخرى اللي هي مهمة، ويعني الرأي العام توا قاعد يستغرب منها، هي الحضور والغيابات نتاع النواب. يعني كان النائب ما صوتش هو غائب، وهذه حاجه بديهيه. فقمنا باول دوموند، دونك احنا السته مش كل قمنا في فرد وقت، مي اول دوموند صارت هي صارت يعني جمعيه البوصله، وكلنا فرد جمعه سته قمنا باللي دوموند قمنا بها يوم 12 جويلية، اللي هي يعني بعثنا دوموند اسمها طلب قصد النفاذ الى المعلومه. استنينا 15 يوم، اللي هما ال 15 يوم القانونيين، يعني لازم ننتظر 15 يوم انهم يجاوبونا. الطلب هذا يسير الى المجلس التاسيسي باسم يعني المجلس التاسيسي. انتظرنا 15 يوم وما جانا حتى رد من المجلس، فهذا يعني قانونيا يسمى رفض ضمني، رفو تاسيت. وعملنا الدوزيام دوموند كما القانون يقول. القانون ما يقولش يعني الدوزيام دوموند ماهيش اجباريه، ولكن رغم ذلك قلنا نعملوا المطلب الثاني. احنا ما نحبوش نقوموا بقضيه، يعني هذا مش البيوت نتاعنا ان نقوموا بقضيه، البيوت نتاعنا انه تصير شفافيه المجلس. فقمنا بالدوموند الثانيه، الاولانيه منهم صارت يوم 1 اوت، اللي هي عريضة في طلب مراجعة قرار الرفض، وهذه إلى مصطفى بن جعفر كرئيس المجلس التأسيسي. لو كان المجلس هذا ما يحترمش القوانين، هو بيته ما يحترمش القوانين الموجودة والقوانين الداخلية متاعه، حتى فما بعض القوانين اللي تطلب فما يعني وثائق نورمالمون كانوا يتحطوا على الموقع متاع المجلس والمجلس يعطيهم للمواطن، ما هوش قاعد ينفذ فيهم. لو كان هو بيدو ما يحترمش القوانين، كيفاش نحن نعطيه فيه الثقه باش انه يكتب قوانين البلاد؟ وهذه نقطه مهمه ياسر. ليكزومبلاريتي اليوم المجلس التاسيسي هو يكون المثال فيها. حتى في طريقه التعامل، يعني عملنا مطالب فما سته مطالب تعاملت، حتى جواب حتى بالرفض. معناتها نحن مازلنا في عاد ان نبعث انا مطلب الى اداره ناخذ 15 يوم السنه ما يجاوبني حتى حد، ونعاود نعمل مطلب وحده في النقد 10 ايام من سنه ما يجاوبني حتى حد. هذا شيء ماهوش حقيقه، ما يشرفش نواب البلاد، وان شاء الله نتعداو طريقه التعامل هذه مع المواطن التونسي. مش خدمه النائب انه هو يتلهى بتباعه المحاضر ونشرهم في المواقع ويشوف شكون حضر وشكون ما حضرش، مش خدمته جمله. دونك القضيه ماهيش مطروحه جمله واحده. اسك نحن شاكين بالنواب ولا شاكين بالاداره المجلس التاسيسي؟ نحن شاكين باداره المجلس التاسيسي، خاطر النائب عنده حتى دخل في الحكايه هذه. عنده دخل كيفاش انه نجم يعاون ويسعى في وسط المجلس التاسيسي انه تتفعل القوانين هذه. فما نواب يعني اللي طلبنا منهم محاضر جلساتهم، النواب هذم مشاو للجلسات وطلبوا المحاضر، قالوا لهم لا ما عطيكمش.
يعني رفض للنائب انه ياخد محضر جلسه. هذه صارت في لجان اخرى، يعني هذا شيء خطير. وفما يعني الويب داير كتبوها نوع نعمان الفهري، يعني كتب نعمان الفهري في اداره في فيسبوك، وقال انه طلب وطلب وطلب محاضر جلساته وما خرج له ما عطاهملوش. يعني هذه حاجه خطيره على الاخر ولازمها تفرق. مش نقول لكم راهم في التوأم تاع دستورنا عندنا تنصيص على الشفافيه الديمقراطيه التشاركيه. انا واحد من الناس مقترح الاولى نحب نوصلها في المجلس العام ارعى معناتها نحو الكلمه هذه، لكن ما تمش تطبيق. هذه المجموعه هذه بوصله ونويت واوبن جوف هم يطير لا سولين دالارم، راهم يبعثوا رساله قويه جدا. ردوا بالكم راك تلزموا حتى في الدستور، ردوا بالكم ما نحبوش نرجعوا في النظام السابق. معناتها عندنا حقوق الحريات يعني وفات ثم تعذيب وثم ورانا ميوزلي وما عندناش. انت هذه باش نفهموا المساله راهي اكبر من هذا، مش كان المرسوم دستور مش لعب، والله مش لعب. حبيت نجست نقول المرأة قالت انتم في تونس راكم مجتمع مدني ناشط قوي جدا، لكن ما ثم حتى شيء. سي با فري، مش صحيح. علاش؟ خاطر وسط المجلس التأسيسي نشوف بعض النواب الزملاء خايفين يشبهوا الفوق، وينهم البوصلة؟ ها مش نسوت وينهم؟ معناتها سيء، ولو اعتبروا بالحق ما معش معناتها ماناش من فهموا ما نخدموش في صندوق أسود، والمجتمع مدني مع بحذينا ويعذر ويشبح. دونك ولو والله نشبح فيهم خايفين وينهم بوصله وينهم ما هاي باهي هاي صوت ليه صوت في بلاستيك رد بالك. راه حاجه اخرى مصطفى بن جعفر ومانيش مش ندافع عليه، اما غير شوي الاولويات وحاجه جديده وما كانش في الاجندا. حاجه جديده قال باش نعطيكم كل نواب باش نعطيكم اسبوعين باش تعملوا حمله في تونس وتوصلوا الدستور للمواطنين. هذه حاجه جديده. علاش؟ خاطر خدمه نتاع الجمعيات الديمقراطيه وتحقيق الديمقراطيه بطريقه راقيه. معناها نحبوا نوصلوا لجهه الشفافيه. المجموعه نتاعنا فيها تقريبا حوالي 34 نائب من كل الاطياف المجلس التاسيسي. معناها ما عندناش هدف معين سياسي نحب نوضح النقطه دي. احنا الهدف نتاعنا مواطنين من غير معناها الفرنسي يقولوا نو بارتيزان، معناها غير مسيسين. هذه نقطة معنا لازم نأكد عليها. والنواب اللي معنا معنا في الجمعية ويعاملونا كلهم مش على نفس المستوى. فما ناس معنا في المجموعة، فما ناس معنا أكثر أكتيف، ولكن كلهم من أطياف مختلفة. معنا نجم نذكر التكتل، نجم نذكر السي بي ار، نجم نذكر النهضة، نجم نذكر البي دي بي. بالنسبة لك أنت سي غازي معناتها كمختص في القانون الإداري، اليوم قضية من نوع هذا قدام المحكمة الإدارية شنو هي حظوظها؟ ربما قبل ما نجاوب على الحظوظ في حد ذاتها نحب نبدي رأيي كمواطن أولا حول التمشي. أظن هذا التمشي صحي كونه مش فقط المبادرة هذه والعديد المبادرات اللي تعتمد فكرة الالتجاء إلى القضاء في علاقة المواطن بالمؤسسات العمومية. هذا ما يزموش يتفهم اللي هو مناورة ضد هذه المؤسسات، بالعكس هذا اللي يسميه الحقوقيين نيجين جوريديك، يعني إدخال فكرة اللي العلاقة بين المواطن ومؤسسات الرسمية يسوسها القانون. بالنسبة للجواب الدقيق على سؤالك، أنا الآن حضرت للندوة الصحفية متأخر شيئا ما، فمع عناصر تقنية تفوتني، ولكن إذا كان هذا التمشي هو في إطار دعوة تجاوز السلطة يجب نعرفه اللي جواب المحكمة الإدارية وحكمها الابتدائي في الأصل يعني حول مطلب دعوة عموما يطول، ومعدل حكم المحكمة الإدارية وفي سنة ونص سنتين ابتدائيا، والإدارة لها حق الاستئناف والاستئناف يوقف التنفيذ. وبالتالي التعامل الزمني في هذا الإطار لا يقابل الضغط المجتمعي والسياسي للوصول إلى نتيجة. وبالتالي أرجو أن تكون هذه المبادرة القضائية من شأنها اللي تفرز نتائج سياسية مش نتائج قضائية، لأن النتائج القضائية سيطول انتظارها مع الأسف. البارتيكولاريتي نتاع المجلس التأسيسي في حد ذاته كسلطة تأسيسية ما تنجمش تخلي المحكمة الإدارية تعجل معناها بالنظر
في الشكوى هذه، معناها مش بالإجال المتعارف عليها فيما يتعلق بالمحكمة الإدارية يعني. لا هو فما تقنية، أنا مانيش باش نحل محل المحامين، وأنا نعرف أغلبهم هما ناس عندهم دراية قانونية. هنالك وسائل إلى جانب الدعوة في الأصل الإلغاء للوصول إلى هذه النتيجة، ولكن لا أدعي أنهم قاموا بذلك، لا أعرف، ولكن هنالك وسائل للوصول إلى هذا. ولكن أظن الأفضل هو أن نلقاه رد فعل سياسي ومجتمعي على مبادرة قانونية، والمبادرة القانونية تنجم تأسس لتقاليد جديدة. وأظن اللي هنالك دعاوى أخرى رفعت في هذا الاتجاه لا يجب أن تفهم على أنها ترفع ضد المؤسسة، بل من أجل إرساء تقاليد قانونية وسياسية جديدة.